اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك. قبل تابونا اي لايك. الا بغيتي في هذا العام تحقق احلام ديالك والاهداف ديالك وتولي عندك حياتك زوينه وراضي عليها وعاجباك، ثلاثه ديال الكتبه اللي غنقترح عليك اللي خاصك تقرا، اللي غادي فريمون يغسلوا لك الدماغ بجميل ويرجعوا لك هكا ويخليوك تزيد القدام. الاولاني سميتو ريفليشيسي اي دوفوني ريش. هذا انا بعدا شخشخني وكنتمنى يشخشخكم كما شخشخني انا. باش عاوني بما عندي واحد الدماغ اللي ما كنستعملوش مزيان، وكيعطيك الكود بين ديال كيفاش تجلب الحوايج لحياتك وتولي بحال داك المغناطيس اللي كيجبد كل حاجه، بحال داك العيار اللي كيكون في الثلاجه، الا حطيتيه شويه بعيد على الثلاجه وطلقتيه كيدير بوا كيلصق مع الثلاجه. دونك سا اوسي سي لا ميم شوز. الا طبقتيه غير ما تقراوش مره واحده. انا قريتو خمسه د المرات حيت مجهد واحد الدرجه ما يتصورش. قريتو خمسه د المرات وبعد الخامسه عاد وليت كنفهم وكنستوعب. وهذا السيد بالذات مهم. علاش؟ حيت ملي كان هو صغير تلاقى مع واحد السيد سميتو دارك انرجي كي تا بيزنس مان مشهور وخلصوا بما 25 عام. قالوا غنطلب منك تمشي دير استجوابات مع كاع الناس اللي هما نجحوا في حياتهم واحد الدرجه ما تصورش، نجحوا ماديا معنويا في صحتهم، غتجلس معاهم باش تدرس ليفوليسيون ديالهم. اي سي كوم سا كخرج هذا الكتاب اللي هو ريفليشيسي اي دوفوني ريش. الكتاب الثاني اللي خاصك ولا بدات ما تقرا هذا العام اللي هو لا ماجي دو فواغ غران. احنا في التقاليد ديالنا سورتو في المغرب احنا بغينا غير طوانيبيل ونتسترو غير فشي خديمه ونتزوجوها بشي رويجن ونولدو غير شي وليدات وبارك علينا الله يخلف. الا عندك 24 اور ديالك راه هي بحال ديالي بحال ديال الاخر. علاش اللي باغي في هذيك 24 اور الجهد اللي غادي تبذل باش تربح 100 درهم ولا 1000 درهم ولا 10000 درهم ولا 100 مليون ديال الدرهم راه بحال بحال. علاش؟ حيت كيجي اول حاجه هادشي مناش كيجي من اشنو هو الاحلام ديالك. عندك احلام صغار ايوا غتحققهم وانت غتبقى صغير. عندك احلام كبار ايوا غتحققهم وغادي تكون فخور وعجبك حياتك. الكتاب الثالث اللي بغيت تقراه اللي هو خطير جدا وعاونني بزاف وتفكروا معايا، ما كنعطيكم حتى حاجه اللي ما جربتهاش انا باش داك العذر كله كنحيدو لكم. الكتاب الثالث شنو هو؟ هو ترانسفورمي فوت في ديال لويز هي. خطير جدا. المديور لمن كاع الناس اللي عندهم شي جريحات، هذا طيح من لهم المعنويه، هذا جرحه، هذا قالوا شي كلمه بقات فيه، هذا عاش شي واحد الحدث اللي هو اثر عليه، كتجي وكتغربلو داك الاحداث كلهم. ولا ماجي في هذاك الكتاب اللي عجبني شنو هو؟ فيه لي زيكزيرسيس بزاف. دونك بغيتي هذا العام ان شاء الله طفرو، بغيتي هذا العام ان شاء الله تقلع فيه، بغيتي تكون فيه سعيد، اش كتسنى؟ سير كوموندي هاد الكتب بثلاثه قراهم وعلى حسابي ان شاء الله غادي يكون واحد الريزولتا اللي هو خيالي. حاجه واحده اخرى، قريتي انت شي كتاب اللي هو فريمون عاونك، اللي هو فريمون عجبك، ديروا لنا لا فوتو ديالو اي سيفطوه اون ميساج باش توت لا كوميونيتي تستافد. كانت معاكم ناهد رشيد، هذيك اللي كتعاونكم باش تزيدوا القدام. هذا هو، الله يحفظكم.